للمرة الثانية تعود خلية الأزمة إلى ذي قار وترجع إلى بغداد دون الكشف عن مقرات اجتماعاتها، فيما دعا قائد الشرطة من خلال قناة التغيير المتظاهرين بضرورة إفراز من وصفهم بالمسيئين والتظاهر السلمي بعيدا عن مضايقة المواطنين. احنا المتظاهرين، انت تعرف المتظاهرين السلميين هم لهم حقوق يطالبون بها، وهذه الحقوق هي مكفولة دستوريا، ولكن احنا نطالب اخواننا المتظاهرين السلميين انه يتم التمييز بين المتظاهر السلمي وكذلك المتظاهر اللي ممكن يكون خارج نطاق التظاهرات بتصرف باسلوب. اما ساحة الحبوب ما زالت خالية من الخيم بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها بين انصار التيار الصدري والمتظاهرين، فيما طالب مراقبون بضرورة الحفاظ على هدوء المحافظة وفتح حوارات مع الجميع. محافظة ذي قار مرت بظروف حرجة وظروف مأساوية، وبالتالي يحتاج اهتمام واسع بها، اهتمام كبير، خصوصا انه يعني خلال هذه الايام تعيش هدوء يشوبه الحذر، يعني مثل ما يعبرون عنه. لذا على الحكومة المركزية ان تنتبه لهذا الامر وترى الشارع ماذا يريد وتلبي المطالب، خصوصا الجانب الاقتصادي. محافظة ذي قار يعني بالآونة الأخيرة يلا بدأت بها المشاريع. جدير بالذكر أن أوامر إلقاء القبض تلاحق الناشطين والتي صدرت من بغداد بحسب مصادر مقربة من محكمة ذي قار. وتسعى المحافظة للملمة جراحها من خلال التعاون بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين، وذلك منع لأي خروقات أمنية قد تحصل. لقناة التغيير هاب الخفاجي الناصرية.